بالكرات القصيرة والطويلة كذلك بيدفع هروب ذكي وتوغل بين الدفاع وحطة حلوة حطة تكبير الآن هزازي عرضية وخطيرة الله لكن الكرة كانت لاحظ رأسية وهنا المرور الناجح هنا عبد الفتاح هنا العرضية هنا مرة إلى يونيس يا راجل وفرق من مصطفى يضيعها برافو عبد الفتاح حصيري عرضية ولا أروع إلى فيدفا كيسيديس لكن فرق من مصطفى بيقول لا يا بابا لا يا بابا فرحة هذه المحاولة والانطلاق شنيح راح شنيح انفرد وراح شنيحي في طارق عبد الله في نمر في اللقطة اللي فاتت اسمه طارق عبد الله شوف طارق عبد الله شوف التحرك من طارق شوف راح ازاي تاني بيجيب ضربات الرأس مع جواو بيدرو ومانويل الفاك كويس وادي رأسية ومرة تانية طارق عبد الله وللمرة التانية على التوالي والمرة دي هو اللي بيقفل مكان فواز ينجح في التمرير يمرر عند الله كرة ممتازة عند بهابري